ما موقف المسلم من المنكرات العامة وما هي الطريقة الشرعية لإنكارها؟ كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر، من رأى، إذا رأيت المنكر، ما هو بيقولون أو يقولون، لا، إذا رأيته أنت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لأصحاب السلطة اللي عندهم سلطة كولي الأمر أو من نوبهم ولي الأمر من رجال الحسبة، يغيره بيده. فإن لم يستطع، يعني ليس له سلطة، فبلسانه، بالوعظ والتذكير والنهي والبيان. فمن لم يستطع، ما عنده قدرة على البيان، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.